بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. أما بعد، بالنسبة للتعويض على الأمراض المنجرة عن الأضرار المتسببة فيها الشركات الصناعية هذه، وتعقيب على التقرير اللي كنا نشوفه فيه المؤثر والمؤثر جدا، خلينا نقوله اللي بالنسبة لمسألة التعويض عن هذه الأضرار البدنية والمعنوية هي مسألة جديدة تولدت فينا من بعد الثورة. خاطر قبل الثورة ما كناش نجم نقدم عرايض وشكاوي ضد المجمع الكيميائي ولا غيرها من الشركات المصنعة اللي قاعدة تفرز في سمومها اليومية على مدى الأسبوع وساعة بساعة على أهالي مدينة جابس. والحمد لله تنفسنا سعداء بعد الثورة، ولينا نجموا وعندنا الجرأة الكافية إن نقدموا شكاوي ونجموا نحاولوا نعوضوا الأهالي المتضررين من هالسموم هذية. والقانون معانا، لكن إلى أي مدى؟ كما الحالة هذه كيفاش ينجم يعمل باش يسترجع حقه؟ كيفاش نجموا ينجم نتقدموا بشكوى على أساس المسؤولية المدنية على أساس الفصل 96 مجلة الالتزامات والعقود، وعلى أساس الفصل 554 مجلة الالتزامات والعقود اللي خليني نقول لك شنو هو نص معناها باختصار. تفضل. على حسب الفصل 96 مجلة الالتزامات والعقود، على كل إنسان ضمان الضرر الناشئ مما هو في حفظه. وحسب الفصل 554 مجلة الالتزامات والعقود، إن الخراج بالضمان أي من له النماء فعليه الدواء. بمعنى كل من تسبب في مضرة لغيره عليه جبر ضرر هذايا. وعلى أساسه نجموا نتقدموا بالشكاوي على أساس المسؤولية المدنية ونطالبوا بالتعويضات. والحمد لله بعد الثورة كثرت القضايا هذه من نوع هذايا. واضح. لكن للأسف ما راعنا إلا بالرفض التام لمثل هذه القضايا، والحكم عليها في النهاية بعدم سماع الدعوة ونقطة استفهام كبيرة قدام عدم سماع الدعوة.